السلام عليكم واهلا بيكم وحلقه جديده ويوم جديد ومزرعتك في بيتك. وعندنا النهارده حلقه مهمه وقويه جدا ومهم جدا جدا ان حضراتكم تسمعوها معانا وتكملوا الحلقه للاخر يا جماعه، لان النهارده هنتكلم على حاجه مهمه جدا كلنا بنقع فيها كمربيين مبتدئين. ولكن قبل ما نبدا الحلقه انزلوا حالا في الكومنت صلوا على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ما تنسوش يا جماعه تكتبوها بايديكم في التعليقات وخلوها شاهد لينا يوم القيامه. اي حد عنده اي سؤال يكتبه لي في الكومنت تحت الفيديو، برد على معظم اسئله حضراتكم قدر المستطاع. اي حد عنده دوره تسمين المتابعه معايا مجانا على الرقم اللي بسيبه لحضراتكم في نهايه الحلقه، والمتابعه يا جماعه مجانا بدون اي مقابل تماما. اخواتنا اللي بيكلموني يا سمر احنا بنتحرج ان احنا نكلمك، لان بنكلمك في اليوم مرتين ثلاثه وبنتحرج، فعاوزينك تاخدي مقابل. يا جماعه مفيش مقابل، المقابل الوحيد ان حضراتكم تشتغلوا من بيوتكم. ربنا يكرم الجميع وما تنسوناش من دعواتكم الجميله. بس كده، اي حد عنده اي سؤال اكتبوا لي في التعليقات، برد على معظم اسئله حضراتكم. قلنا المتابعه معايا على الرقم يا جماعه، يعني بالتليفون مش على الواتساب. الواتساب يعني صعب جدا ان انا ارد عليه لانه بصراحه زحمه جدا جدا، فاحنا بنخليه للحاجات اللي هي المهمه، ولكن المكالمات كلها بتكون على التليفون، يعني ترنوا عليا بالتليفون. خلاص كده؟ طيب تعالوا بينا النهارده نشوف احنا هنعمل ايه النهارده. لو متابعين معانا بصوا معايا كده في المكان اهو يا جماعه، زي ما حضراتكم شايفين المكان ما شاء الله. لو متابعين معانا من بدايه الدوره هتبقوا عارفين ان المكان ده كان اصغر من كده، ولكن احنا بفضل الله وسعناه طبعا مع العمر. تعالوا بقى نتكلم على اهم حاجه النهارده وهي التدفئه. شايفين هناك كده دفايه كهرباء اهي، والتانيه اهي يا جماعه جنبي اهي اهي، تمام كده. المكان ده يا جماعه تقريبا نقول 5 متر او 6 متر تقريبا في 4. خلاص كده المساحه يا جماعه زي ما حضراتكم شايفين بنوسعها على حسب العمر. طيب الكميه دي قد ايه والعدد ده قد ايه يا سمر لاخواتنا اللي جداد علينا؟ طبعا العدد ده يا جماعه 400، والنهارده اليوم ال 12 في دوره التسمين بتاعتنا. ما شاء الله الاوزان حاجه تحفه بجد، اتمنى تشوفوا المنظر ده عند حضراتكم. طيب النهارده هنتكلم على حاجه مهمه جدا وهي نزلات البرد اللي بتيجي لحضراتكم في دورات التسمين بتاعتكم وبتبقوا مش عارفين تعملوا ايه. النهارده هنعمل ايه؟ النهارده هنحط دواء يعني يعتبر قوي جدا وبرده مهم جدا ان حضراتكم تشتغلوا بيه في دورات التسمين. طيب هل انت عندك برد النهارده يا سمر؟ بص يا جماعه لو عند حد تاني مش هيلاحظه، ولكن انا كسمر ما ينفعش ابدا ان انا اعدي. لاحظوا معايا كده او بصوا معايا كده في المكان، ممكن تسمعوا عطس خفيفه جدا جدا، يعني تكاد تكون مش ملحوظه بالنسبه لكم، ولكن انا ما اقدرش ان انا اعديها. طيب النهارده هنعمل ايه؟ النهارده هنعالجها او هنحط جرعه وقائيه بحيث ان الموضوع عندنا ما يزيدش اكتر من كده. خلاص كده اخواتنا اللي بيشكوا يا جماعه من البرد المتكرر والعطس والخنفره وصوت الضفادع اللي بتحصل في دورات التسمين ده بيكون خطا مربي. طيب هل انت عملت حاجه يا سمر النهارده انه يحصل عندك؟ يا جماعه انا بصوا معايا كده في المكان، الوضع عندي بسيط جدا يعني يكاد يكون مش ملحوظ اصلا، ولكن انا ما ينفعش اعديه. طيب ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان احنا وسعنا المكان شويه، وطبعا على بال ما تم توسيع المكان ووسعوه بس شويه طبعا يعني المساحه فردت معاهم، فالكتكوت ممكن يكون ان هو اخذ لطشه برد بسيطه جدا، فانا لازم احط الجرعه الوقائيه اللي انا هقولها لحضراتكم دي. طيب اخواتنا اللي بيقولوا ان احنا مش لازم ان احنا نشتغل دفايات كهرباء، يا جماعه الجو برد جدا، دفايات الكهرباء صدقوني بصوا معايا هناك كده هتلاقوا اصلا الفراخ قاعده قدامها ومبسوطه بالمنظر اللي حضراتكم شايفينه. والمكان ده فيه تقريبا 10 لمبات ميتانات، طبعا احنا زودنا كانوا 8 زودنا كمان 2 بقوا 10، ودفايتين الدفايه 4 شمعه وشغاله ليل ونهار يا جماعه ما بتتفصلش. طيب اخواتنا اللي الكهرباء بتقطع عندهم يعملوا ايه؟ دول لازم يكون عندهم دفايات بالغاز يا جماعه، ما ينفعش ابدا ان حضراتكم تشتغلوا في الشتاء بدون دفايات غاز، ما ينفعش. حتى لو بنربي اعداد صغيره يا اخواتنا اللي بيقولوا احنا جايبين 200 ومش عارفين ندفيهم والكتاكيت متجمعه ومش عارفين نعمل ايه، اوتوماتيك يا جماعه لازم يكون عندك يعني حاجه ان انت تدفي بيها، وهو اسلم حاجه الغاز. خلاص كده؟ طيب حاجه كمان نهتم بها يا جماعه وهي الفرشه. الفرشه في الشتاء لازم تكون فرشه تقيله، يعني تكون من 7 ل 10 سنتي فرشه، يعني مش اقل من كده. تعالوا بصوا معايا كده يا جماعه على الفرشه، شايفين النهارده الفرشه عامله ازاي؟ طبعا احنا وسعنا ولكن ما زودناش الفرشه هنا في المكان، زودنا في المساحه اللي احنا بس فتحناها. بس شايفين الفرشه معايا عامله ازاي؟ شايفين يا جماعه اهي الفرشه الارضيه نفسها نظيفه، بصوا الارضيه نظيفه خالص اهي. بصوا الجير اللي احنا فرشينه اصلا من اول الدوره او من قبل ما نبدا الدوره
اهي يا جماعه الارض نظيفه، ما فيش اي رطوبه، ما فيش اي حاجه خالص. الرطوبه والفرشه اللي دايما مبلوله يا جماعه بتكون من كتمه المكان. اخواتنا اللي بيقولوا احنا بنقفل على الفراخ وخايفين عليها من البرد، يا جماعه والله انتوا بتاذوها وبتاذوا نفسكم وبترجعوا تزعلوا تاني وتقولوا التسمين وحش. التسمين مش وحش، التسمين لو وحش ما كانتش هتبقى صناعه كبيره وما كانش هيبقى الدنيا اللي احنا فيها دي. التسمين لما بيبوظ بيبقى عيب مربي يا جماعه. الكتمه اللي حضراتكم بتعملوها اعتقادا منكم ان انتوا بتحافظوا على الحراره، يا جماعه الحراره حاجه والتهويه حاجه تانية خالص. الكتكوت علشان يعيش لازم اكسجين نظيف. الدفايات اللي بنشغلها سواء كانت كهرباء او غاز او حتى اللمبات اللي احنا حاطينها يا جماعه دي بتاكل الاكسجين اللي في المكان، والكتكوت كده كده لازمه اكسجين علشان يعيش ويكبر، خلاص كده ده طبيعي. طيب يبقى مهم جدا التهويه، مهم جدا الفرشه، مهم جدا جدا الحراره. مهم قوي اخواتنا اللي بيقولوا ان احنا جالي سؤال على فكره من يومين ثلاثه كده، بصراحه هي كانت زعلانه جدا والدنيا كانت عندها بايظه والامانه هي اللي كانت غلطانه. طيب ايه اللي كان عندها؟ هي جايبه 500 كتكوت وعامله ليهم الحيطان اللي هو المشمع البلاستيك، يا جماعه عارفين اللي هو البلاستيك ده، عامله الحيطان والسقف كله بلاستيك يا جماعه، وحاطه الكتاكيت فيه وحاطه اربع لمبات ميتانات على 500 كتكوت. متخيلين بقى 500 كتكوت حاطه عليهم اربع لمبات ميتانات وعامله الحيطان والسقف مشمع يا جماعه، اعتقادا منها ان هي كده يعني بتحفظ الحراره وكده بتامن على الكتاكيت بتاعتها ولا تتعب ولا يجي لها برد. طبعا دي كارثه كارثه. طبعا عندها اسهالات، عندها نافق، عندها البرد بجميع انواعه، عندها مشاكل جد كتير جدا جدا، يعني عندها الاسهالات بجميع انواعها يا جماعه. طبعا لما اتكلمت معاها وقلت لها صوري لي المكان لقيت الدنيا عندها يعني تصعب. فخلي بالكم من المشمعات البلاستيك اللي انتم بتحطوها يا جماعه، البلاستيك ما ينفعش في التربيه المنزليه اللي حضراتكم بتعملوها تروحوا مقفلين وعاملين سقف وحيطان بلاستيك علشان تحافظوا على الحراره. الحراره حاجه والتهويه حاجه، لازم يكون عندك تهويه، زود الحراره وثبت تهويتك على حسب الليل والنهار وعلى حسب طبعا العمر، خلاص كده. طيب انا طولت عليكم في الجزئيه دي، ولكن انا بشوف ان التهويه والحراره والتدفئه والفرشه من اهم العوامل اللي حضراتكم تشتغلوا بيها تطلع معاكم دورات تسمين بدون ولا غلطه. الحاجه الثانيه والمهمه جدا جدا الكتاكيت اللي حضراتكم بتشتغلوا بيها. بصوا يا جماعه معانا الكتاكيت عامله ازاي النهارده، اهو شايفين ما شاء الله وزن الكتكوت. خليكم معانا لنهايه الدوره لنهايه الحلقه وهنوزن. شايفين الكتكوت ما شاء الله عامل ازاي يا جماعه، اهو حاجه كده ما شاء الله. مهم قوي جوده الكتكوت اللي حضراتكم بتشتغلوا بيها، مهم جدا جدا المصدر اللي بتجيب منه الكتاكيت. الكتاكيت فيها مشاكل كبيره جدا جدا الايام دي، هتلاقوا فيها اسعار متفاوته، هتلاقوا فيها الغالي والرخيص، هتلاقوا فيها كمان عاوز اقول لكم عروض على اخر النهار، بتبقى كتاكيت فيها مشاكل، فيها مرتجعات، فيها الغاء من الشركات، الناس راحت تستلم الحاجه بتاعتها ولقت فيها مشاكل مش بتاخدها، فهتلاقوا اسعار مختلفه جدا في اسعار الكتاكيت سواء الالوان او الابيض. عاوز اقول لكم تاني الكتاكيت البيضة الايام دي يا جماعه فيها مشاكل، اهتموا جدا بالمصدر اللي بتجيبه منه، ما تستلمش كتكوت حضرتك مش راضي عنه ولا مني ولا من غيري. الكتكوت اللي ما عجبكش ما تستلموش. الكتاكيت فيها مشاكل يا سمر، يا جماعه الكتاكيت فيها مشاكل دلوقتي، واهتموا جدا بالشركه اللي حضراتكم بتجيبوا منها تكون سمعتها كويسه وتكون بتخاف على اسمها. الكتاكيت الاهالي طبعا فيها مشاكل. الكتكوت اللي قدام حضراتكم ده يا جماعه ده كتكوت شركه مش كتكوت اهالي بس لاخواتنا اللي بيسالونا، وطبعا اخواتنا اللي على القناه واللي بره القناه كمان عارفين الكتكوت اللي احنا بنورده. الكتكوت ده اسمه روس يا جماعه، ده كتكوت شركه ما شاء الله. بصوا ما زعلش مننا حد ابدا، بقالنا تقريبا شهر ونص تقريبا شغالين بيه، ما زعلش مننا اي حد خالص وطلع اوزان حلوه جدا جدا. طيب تعالوا النهارده نشوف احنا هنستخدم ايه. احنا هنستخدم النهارده يا جماعه التايلوزين، اهو التايلوزين ده مستورد هنستخدمه النهارده. طبعا مش لازم نقول اسم الشركه، احنا مش بنعمل دعايه للشركه ولا حاجه، احنا بنقول ان احنا لازم نشتغل بالتايلوزين علشان بس البرد يا جماعه ما يتمكنش من الكتاكيت بتاعتنا. هناخد لكل لتر من الميه جرام من التايلوزين، هنستخدمه 3 ايام 12 ساعه، يعني 12 ساعه بس، وال 12 ساعه الثانيه بتبقى ميه بيضه، او لو في حاجه في المعوي بنحط معاه حاجه معوي. بفضل الله احنا ما عندناش ولا اسهالات ولا عندنا اي حاجه بفضل الله خالص، زي ما حضراتكم شايفين الفرشه نظيفه وريتها لحضراتكم من شويه اهو، مفيش اي مشكله بفضل الله. تعالوا بقى نوزن الكتاكيت بتاعتنا كده النهارده. طبعا انا حطيت ميه اهو، وهنقوم نكمل الجرعه دلوقتي في بقيه السقايات. يا جماعه هنبدا نجيب كميه من الميه، وطبعا انا حطيت السقايات وبس بحط معاكم كده كميه صغيره. هنحط لكل لتر من الميه سنتي بس جرام من التايلوزين، خلاص كده اهو حطينا لكل لتر من الميه جرام تايلوزين.
قلنا بنحط الجرعه قد ايه، بنحطها 12 ساعه 3 ايام. تعالوا بينا نوزن الكتاكيت دي النهارده ونشوف الوزن على الطبيعه. يلا بينا. الميزان صفر اهو، هنجيب اي كتاكيت من جنبنا كده على طول. ما شاء الله 500 وحاجه جيره، هنجيب واحد تاني. خمسمية خمسة واربعين جرام، ما شاء الله. شايفين الكتكوت شكله عامل ازاي يا جماعة؟ لسه الريش اصفر، كتكوت لسه يا جماعة، ولكن الوزن اهو ما شاء الله. يعني حاجة بجد اتمنى ان انتوا تشتغلوا بكتكوت صح علشان تشوفوا الاوزان دي معاكم في العمر الصغير ده. شفتوا بقى العطسة اللي انا بتكلم عليها؟ كانت حاجة خفيفة. الكتكوت عطس الوادي حاجة مش يعني هي مش ملحوظة، ولكن لازم نتصرف بسرعة، ما بنستناش لحد لما الحالة تتفاقم معانا ونرجع بقى نبقى مش عارفين نعمل ايه. هنشيل ده وناخد كمان واحد برضه. خمسمية وتمانين جرام، هايل جدا. طبعا الكتكوت ما يبانش عليه اي اعراض يا جماعة اخواتنا، بس اللي بيقولوا لازم ان احنا نحطه دلوقتي، علشان جالي سؤال حد بيقول لي هو احنا لازم نستخدم المضادات الحيوية؟ اه يا جماعة لازم نستخدمها، وما بنستناش لحد لما الحالة يبقى عندنا وبعدين نعالج. احنا لو شايفين ان احنا عندنا حاجة لازم نعالجها وبسرعة. طبعا بصوا معايا كده اسمعوا الصوت، اصلا انتوا مش هتسمعوا حاجه او مش هتاخدوا بالكم، لان الحاجه اللي انا بتكلم عليها يمكن كتكوتين ثلاثه مش اكتر من كده، ولكن انا كسمر ما اقدرش ان انا استنى لحد لما الحاله تزيد معايا. ما شاء الله 770 جرام او 765 جرام. بصوا يا جماعه شايفين الكتكوت حاجه كده ما شاء الله، اللهم بارك. بجد من قلبي اتمنى ان انتوا تشوفوا الوزن ده عندكم. شفتوا العسل الكتكوت عطاسها دي؟ ما ينفعش ابدا ان انتوا تشوفوها عندكم وتستنوا. يا جماعه التيلوزين من اسرع الحاجات اللي التنفسيه اللي تجيب معاكم نتيجه بسرعه جدا جدا قبل ما الحاله تزيد معاكم. طبعا هي دي مش غلطه بالنسبه لي، ولكن ده طبيعي بيحصل مع فتح المكان او التوسعه او الحاجات دي. خلاص كده اهتموا ان انتوا تشتغلوا بكتكوت صح، اهتموا تشتغلوا بطريقه صحيحه، هتشوفوا الاوزان دي عندكم في العمر الصغير ده. دي كانت الحلقه النهارده، بجد من قلبي بتمنى لكم جميعا التوفيق. لو شايفين المحتوى مفيد شيروه علشان الغير يستفيد، واستنونا في حلقه جديده. اشوفكم تاني بالف صحه وخير.